معكم الدكتورة حليمة المغاري، أخصائية في مرض السكر والغدد والسمنة والتغذية. التكوين ديالي قمت به في مدينة فاس، كنت تما باش خديت البكالوريا، ومن بعد قمت دونك بدراسات الطب في كلية الطب والصيدلة بفاس، ومرها قمت بالتخصص في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس في قسم الغدد والسكري مع الأستاذة وهابي. ودونك قمت بمجموعة من لي فورماسيون في فرنسا في مدينة شارتر، وان شاء الله حتى من هنا لقدام غادي نديروا تكوينات واحد اخرين ودي فورماسيون واحد اخرين باش تطور ان شاء الله السيروره ديالنا. العيادة ديالنا متخصصة بمرض السكري والغدد كما قلت لكم، دونك كنقوموا بمراقبة مرضى السكري، دونك مراقبة جينيرال بما معنى دونك مستويات السكر خصهم يكونوا مضبوطين، كنشوفوا الكلاوي واش فيهم مشكل، من بعد كنصيفطوا المريض ديالنا باش يتبع عند أطباء مختصين باش كنشوفوا واش كاين واش شي حوايج مقيوسين حتى هما بالسكري. وكنقوموا أيضا بمراقبة دونك الغدد بما فيهم دونك الغده الكظريه، الغده الدرقيه، والغده النخاميه. كنشوفوا اصلا وايضا كنقوموا دونك بلو سويفي تاع المرضى اللي عندهم نقص في النمو، مشاكل ديال الهرمونات، مشاكل ديال العقم بالنسبه للنساء، وكذلك كنقوموا بتتبع المشاكل ديال التغذيه ومشاكل السمنه بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السمنه. العيادة ديالنا جات في عمارة الشفاء في الحي الإداري، ومرحبا بجميع المواطنين والمواطنات.